ننتقل إلى غزة وينضم إلينا عبر الخط الهاتفي أخصائي الأمراض الصدرية دكتور محمد عبد المنعم. دكتور محمد أهلا بك معنا. أرقام مهولة ومخيفة حقيقة إزاء ما ينشر من الجهات الصحية والطبية في غزة حول ما رصد من أعداد المصابين بالأمراض الفيروسية والمعوية نتيجة للكثير من المعطيات التي بالتأكيد تزيد من هذه الحالات. تضعنا بداية من باب الاختصاص والمتابعة لديكم في العديد من المستشفيات حول هذا الواقع المعاش في قطاع غزة بالنسبة لانتشار الأمراض. أسعد الله مساءكم جميعا، وحمى الله وطننا ورحم الله شهداءنا. نحن طبعا في الجنوب، جنوب قطاع غزة، في مدينة رفح. تقريبا هي المدينة الوحيدة أو المستشفيات الوحيدة الباقية لم تخرج عن الخدمة، ولكن قد تخرج في أي وقت عن الخدمة بسبب نقص المواد الطبية ونقص الكوادر الطبية ونقص الإمدادات لتشغيل المستشفيات مثل السولار وغيره. طبعا من المعروف مدينة رفح مدينة صغيرة، هناك نعم. تحوي تقريبا 1.5 مليون نسمة في مدينة صغيرة من شمال غزة وغزة والوسطى، اتجهوا جميعهم، نزحوا جميعهم إلى الجنوب، جنوب قطاع غزة، وهي مدينة رفح لا تتعدى 550 كيلومتر مربع. كثافة سكانية غير طبيعية، الأمراض منتشرة في كل مكان، الأمراض التنفسية، الأمراض الإنفلونزا الموسمية، الأمراض مثل التهابات الشعب الهوائية والتهابات في الرئتين من أثار الدخنة، الدخان، السيارات التي تشغل بديل البنزين يشغلوا زيت السيرج أو زيت الطعام، طبعا هذا يعطي مواد سامة وقاتلة. كثير من الحالات التي نشاهدها يعانون من ضيق في التنفس والتهابات شديدة في الشعب الهوائي والتهابات شديدة في الرئتين، غير الأمراض المعدية مثل الجاسترونترايتس هي النزلة المعوية الشديدة. هناك أيضا انتشر مرض الفيروس الكبد الوبائي بين الناس، وذلك بسبب استخدام الجميع نفس المواد، يأكلون من نفس الصحن، يستخدمون نفس البشكير مثلا. المياه ملوثة، يعني بالكاد نستطيع أن نحصل على مياه تصلح للشرب. الناس في الشوارع لا يجدون الحمامات، لا يجدون أماكن يغتسلون بها، لا يجدون أماكن يأكلون بها، يعني الوضع مأساوي لأبعد الحدود. في خان يونس وفي الوسطى طبعا هناك خرجت جميع مستشفيات، مستشفى ناصر مثلا ومستشفى الأمل الهلال الأحمر الفلسطيني خرج عن الخدمة بسبب الاجتياح وبسبب اجتياح المستشفى نفسها. طبعا احنا في رفح الان مستشفيات صغيره، يعني لا تعد من المستشفيات مثل ناصر والشفاء الموجودين نعم. في غزه. هناك مستشفى ابو يوسف النجار هو المستشفى الوحيد التابع لوزاره الصحه، هناك بعض المستشفيات الخاصه مثل المستشفى الكويتي والمستشفى الاماراتي. طبعا هذه المستشفيات لا تتحمل هذا الكم الكبير من المرضى او الكم الكبير من النازحين الذين توجهوا الى جنوب قطاع غزه وهي مدينة رفح. نحن نعيش في مأساة حقيقية وبالكاد يعني نستطيع أن نتحرك أو نستطيع أن نجد ما يلزم للمرضى حتى نستطيع علاجهم. في هذا الإطار دكتور محمد، بالفعل كيف تتعاملون مع هذا العدد الهائل من المصابين بالأمراض الصدرية، هذا عدا عن ما يصل للمستشفيات من جرحى جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة؟ هل هناك علاجات تقدم لهؤلاء بالنظر إلى الأعداد الكبيرة التي تصلكم؟ نعم، بالنسبة للجرحى لا نستطيع أن ندخل جميع الجرحى في المستشفيات، ولكن نتعامل معهم بإسعافات أولية وغيارات أولية ونعطي ما يوجد من العلاج للمريض ونوصيه باستكمال العلاج ونحافظ على الجرح في بيته أو في مأواه، سواء كان خيمة أو كان حاصل أو كان دكانا. يعني الناس النازحين جميعهم إما في خيمة إما في حاصل، يعني هو عبارة عن محل كراجات أو محل يعني لبيت. نعم، أقل بيت تجد فيه 100 شخص أقل شيء،
بالنسبة للأمراض المعدية يعني نتعامل معهم أيضا بهذه الطريقة. هناك يعني الكوادر الطبية من منهم متطوع، طلاب في الجامعات، طلاب جامعات الطبية، جامعات الطب أتوا المستشفيات متطوعين. الكوادر الطبية بقيت أغلبها في شمال غزة وخان يونس، لم يستطيعوا اللجوء أو لم يستطيعوا النزوح إلى رفح. هناك نقص شديد في الأطباء والموارد الطبية مثل التمريض، مثل أخصائي العمليات، مثل أخصائي التخدير. طبعا هذه جميعها مشكلة كبيرة كبيرة نواجه هناك، مشكلة كبيرة جدا يعني بالكاد نستطيع أن نتعامل مع الجمهور. أيضا في هذا الإطار لربما نستطيع أن نقول المناشدات كانت عديدة، ولكن لأذان غير صاغية حقيقة إزاء كل ما يحدث لقطاع غزة. لكن إن كان هناك أي تفاعلات وشراكات مع مؤسسات دولية وطواقم دولية أيضا تأتي إلى قطاع غزة واستطاعت الدخول لتقديم خبراتها ومناشداتكم في هذا الإطار بالفعل لضرورة التحرك. نحن لا نتحدث فقط عن إصابات جراء هذه الغارات الإسرائيلية، يضاف إلى ذلك أمر في غاية الصعوبة وسيمتد لما بعد هذه الحرب جراء هذه الأمراض المنتشرة. نعم، هناك أطباء بلا حدود يعني يقدمون ما يستطيعون منه يعني بعض المعونات الطبية. نعم. دولة الكويت، دولة الإمارات يرسلون بعض المواد الطبية، طبعا هذه غير كافية. يعني في عندنا مشكلة برضو كبيرة في المرضى المزمنين، لم نجد لهم العلاج المزمن، لذلك نفقد الكثير من الشيوخ من كبار السن من مرضى المزمنين مثل مرضى الكلى، مثل مرضى السكري والضغط، ومثل مرضى الأزمة أو السدة الرئوية. لا يوجد العلاج اليومي الذي يجب أن يأخذوه، هو علاج مزمن نسميه. طبعا فقدنا الكثير من هذه الحالات او من هؤلاء المرضى بسبب انقطاع العلاج. طبعا احنا ناشدنا كثير ومناشد كثير، لكن يدخل هناك بعض المساعدات الطبيه لكن ليست كافيه. نعم. مليون ونصف مواطن في منطقه صغيره جدا. نحن عاجزون حقيقة دكتور محمد أمام هذا الحجم من المأساة والكارثة الإنسانية التي تتفاقم في قطاع غزة. أنا أشكرك جزيل الشكر، وجهودكم مباركة بالتأكيد، وبالسلامة لجميع الطواقم الطبية ولجميع المدنيين، وشفاء لجميع الجرحى والرحمة لجميع الشهداء. شكرا جزيلا أخصائي الأمراض الصدرية في مدينة غزة دكتور محمد عبد المنعم.